عايزك توضح لي كده بسرعه يعني ايه حاجه مركزه، مين اللي هيمشي بالظبط من نادي الزمالك؟ يمكن الزمالك كان حاطط سيناريوهين، سيناريو لو في فك قيد وصفقات وسيناريو لو ما فيش، والراجل سابه لهم قبل ما يسافر بالظبط. فدلوقتي خلاص احنا عارفين خلاص القيد هيعمل صفقات، وبالتالي في صفقات. فالزمالك انا هستعرض مع حضرتك، ودي يمكن تنشر لاول مره، تعرض لاول مره دي اسماء اللعيبه اللي نادي الزمالك قرر الاستغناء عنهم من قائمه السنه اللي فاتت. دي يعني كلام مؤكد بالظبط، واللعيبه دي لسه هتتبلغ، يعني في لعيبه كتير يعني انت بتبلغهم دلوقتي، هيتبلغوا بالظبط. وهقول لحضرتك كل لعيب مشي ليه ورايح فين. طب يلا بينا. اول حاجه طبعا في لعيب محمود علاء عندنا، اول واحد رحل احنا عارفينه راح ليبيا، ياسر حامد رحل، ترافيس موتيابا رحل، ابراهيم انضاي رحل، ويتبقى التسويه الماليه عشان عامل مشكله، سامسون يرحل في حاله التسويه، يعني سامسون حاطط العقده في المشوار، لو خد مستحقاته مستحقاته وانا امشي بالظبط. يوسف اوباما وقع لبيراميدز، وقع لبيراميدز، لكن في اتفاق شفوي بينه وبين مسؤولي بيراميدز لو الزمالك وافق على طلباته، بس هو زعلان من الزمالك بالظبط ان هو يرجع الزمالك. محمد عواد الكره في ملعبه، يعني مجلس اداره نادي الزمالك مش هيزود، مش هنزود على 10 مليون، هو يا يوافق ويمضي يا اما هو خارج نادي الزمالك الموسم القادم. والاقرب يروح فين؟ الوجهه فين؟ بيراميدز عنده بيراميدز ولا المصري؟ بس بيراميدز مش عرض رسمي، يعني مش عرض جدي بشكل كبير، فعنده عرض من المصري يعتبر هو الاقرب. تمام. مصطفى الزناري يمكن جوميز اخيرا وافق على رحيل مصطفى الزناري لو هتجيب لي لعيب بديل، واحمد حسام مدافع الجونه قد يكون اللعيب البديل يرجع بالظبط. مهاب ياسر، مهاب ياسر بيبقى بحث عن اعاره لزياده الخبره في مباريات الدوري شوي خلال الفتره اللي جايه. محمد عاطف برضو بحث عن اعاره. رؤى اشرف رؤى يرحل في حاله ضم بديل في مركز 6، وقد يكون محمود جهاد لاعب فاركو هو البديل، اتكلمنا عنه قبل كده بالظبط. سيد نيمار، سيد نيمار وناصر منسي، الزمالك بيفاوض اكتر من لعيب فما عندوش مشكله انه يدخلهم صفقه تبادليه، في صفقه تبادليه. محمد عبد الشافي احتراما لقيمه وقامه محمد عبد الشافي، حريه الاختيار يستحق كل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه عبد الشافي. فمحمد عبد الشافي لو قرر يستمر هو مستمر، لو قرر يعتذر هو ده قراره. رحيل بقى فريق 2003 كل كله، فريق 2003 ما عدا الخمسه يمكن، شناوي حارس المرمى، واحمد رفاعي، وحازم اسامه، وعبد الرحيم ايشو، ومحمد صلاح، دول يبقوا تحت السن، محمد صلاح زكي تحت السن، هم دول الخمسه اللي هيتأيدوا في قائمه الزمالك 2003. تمام.